المشروع بدأناه في 98، كنا بنشتغل يعني والدنيا ماشية وحلوة وكويسة، وبعدين رحنا الصندوق الاجتماعي طلبنا قرض وادونا قرض، فحولت الورق باسم بنتي. وفي الأساس أصلاً هو مشروع بابا، هو شغله وكده، فهو كان عايز يكبره. فما رحنا قالوا لي هو ايه النشاط وكده، فقدمنا الورق ويجوا نزلوا وعينوا وكده، وما طلبوا يكون في حد معاه شهاده يبقى الكارد باسمه. وسالنا عن موضوع الكارد ازاي، فقالوا لنا هتروح الصندوق الاجتماعي في الزقازيق وهم هيقولوا لي. فالورق كان باسم بابا اصلا، ورق الورشه، فحولناه باسمي وعملنا كل الورق اللي قالوا عليه وقدمت عليه. بنصنع بيبان وشبابيك وبلكونات ومناور واوض نوم، ويجي لي ناس يعني مثلا عاملين ايميل على النت، وبيجي ناس تطلبني اللي عايز غرفه نوم، اللي عايز سراير اطفال. بنودي الصعيد وبنودي اسماعيليه والسويس وكل المناطق انحاء الجمهوريه. ياسمين عبد الرازق، اهلا بيك يا ياسمين. انا عرفت ان انت عندك ورشه عظيمه. انت جايه مكسوفه ولا ايه؟ شويه مغصوبه. لا 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 مكسوفه. قلت لك مكسوفه شويه. طيب ياسمين عبد الرازق من الشرقيه؟ ايوه، الزقازيق ابو كبير. من الزقازيق ابو كبير. انت والدك اصلا كان شغال في النجار؟ ايوه. لا احنا سالنا، احنا عايزين نعمل قرض. وقالوا لي ان انت هتعملي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه باسمي. عشان انت اللي معاكي مؤهل دراسي. اه. مش موضوع مؤهل، هو قرايه وكتابه يعني، فهي بس هي مؤهله يعني. لا انا قصدي ليه الاب هو اللي ما اخدش القرض، فعشان لا يجيد عشان القرايه والكتابه. ايوه. فقال لك روحي انت يا ياسمين، انت متعلمه، انت بتعرفي تقري وتكتبي، فالقرض هتعرفي تاخديه. بالظبط. فرحت وسالت وعملوا لي الورق. رحت عندنا فرع في بير البنك الاهلي، قابلت استاذ عبد الرحمن واستاذ محمد صلاح، وقالوا لي ان انت ادوني ورقه بالورق اللي هم عايزينه. رحت الصندوق الاجتماعي وقابلتهم وعملوا لي الرخص، السجل التجاري والبطاقه الضريبيه باسمي. اول اللي كان في خيالك كان نفسك تاخدي قرض قد ايه يا ياسمين؟ هو في الاول خالص بابا كان بادئ ب 10,000. اكيد كان عايز اكتر من 10,000. لا هو حدد 10,000 عشان يقدر يسد القسط وكده. فبعد كده خدنا بعد ال 10,000 25. بعد خلصناهم وعملنا ورق تاني خدنا 50، بعد ال 50 100، بعد ال 100 اخر حاجه تاخده وتسدده وتقدمه على قرض تاني. اخر حاجه خدناها ال 150. دي نموذج من الموديل او الاوض اللي انت بتعملوها. انت بتعملوا اوض نوم، انت بتعملوا اوض نوم او فرش للبيت. ايوه. اشرحي لنا اكتر. فرش اوض نوم اطفال واوض نوم كبيره وبيبان وشبابيك وبلكونات. بتبيعوها بقى في الشرقيه ولا بتبيعوها في محافظات ثانيه؟ لا في محافظات ثانيه. مين اللي بيسوق لك او بتسوقوا ازاي، ولا زي ما بيقولوا كده الناس بتقول لبعضها؟ اخواتي هم تجار وكده وبيعرفوا ناس وبيبعتوا، هم بيودوا سافروا لهم شغل. يعني بتدوا يا ياسمين بتدوا محلات ولا بتدوا زباين ناس، يعني واحد بيجهز بنته؟ ايوه اوض النوم. الواحد بيجهز بنته. وحضرتك والدها؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بيك، انا اسفه ما اخدتش بالي. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. دي حرفه تانية غير السجاد يا دكتور. قولي لي قد ايه الناس اللي بتاخد قروض عشان النجاره؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، هو احنا النشاط الصناعي بصفه خاصه احنا زي ما نوهت لك احنا عايزين ندعمه. يعني ايه نشاط صناعي؟ يعني ورشه،
مصنع، اي حاجه تطلع منتج، اي حاجه تطلع منتج. دي لها اولويه عندكم؟ دي ليها اولويه عندنا، اولويه في كل حاجه، في فترات السداد، في الدعم الفني اللي بنديه، في سعر العائد اللي هم بياخدوه. بنبقى حريصين لاكثر من سبب. اولا زي ما حضرتك شايفه ده منتج منتج اكثر من رائع. بالاضافه لعدد العماله، يعني كم واحد شغال في الورشه؟ كم حد شغال في الورشه مع حضرتك؟ حضرتك حوالي 15. 15 واخده بال حضرتك؟ يعني فتح 15 بيت بالظبط. بالظبط ده اللي انا عايزه اقوله. اول ما ابتدى اكيد قبل ما ياخد القرض ويتوسع كان العدد عنده اقل، فكل ما انت بتتيحه تمويل بيتيح فرص عمل، ده في حد ذاته نجاح. انا مش بأتيح بس فرصه عمل لصاحب المشروع سواء ياسمين او والدها، ولكن يبقى أتيح كمان لمجموعه من العاملين معاهم في المشروع. طب معلش هسال حضرتك، وانت ما جربتش مثلا تروح لبنك لوحدك وتقول للبنك انا عايز قرض؟ ما جربتش؟ على العموم بصي ياسمين، بتشكري على القرض اللي انت جبتيه للاسره وللعيله. انا كنت اتمنى انك كنت تشتغل في مشروع اكتر، بس يعني كتر خيرك برضه، ده ما هيتشال فيه برضه. ربنا يخلي لك الوالد ان شاء الله وتجددوا القرض الجديد. الحكايه اللي بعد كده حكايه الدكتوره سلمى. الدكتوره سلمى لها حكايه كمان مع القروض، قروض الاسعار السابقه. هي من القناعات اللي موجوده عندنا في الشركه وفكره الاستثمار في العلم، على اساس الدكتور عمرو عنده خلفيه علميه وخلفيه بحثيه جيده، وكمان قدر من خلال الخلفيه العلميه والبحثيه دي ان هو يستثمر في العلم ويحول الموضوع من مجرد ابحاث على الورق الى نتائج ملموسه ومنتج ينزل السوق مبني على خلفيه علميه. بدات الفكره بفكره علميه وبعدين تحولت الى استثمار في العلم، كانت اتولدت شركة هيلثك اللي اتبنت على الفكرة دي بشكل أساسي واحتاجت لتمويل. ردة الرز في العادي هي بتخرج من مضارب الرز أثناء عملية تبييض الرز، وهي القشرة الخارجية، القشرة البني اللي حوالين حبة الرز. وهنا لو بنتكلم على القيمة الاقتصادية بتاعتها وهي بتتباع في شكل علف للسمك أو علف للحيوانات، الطن مش هيتعدى 4-5 آلاف جنيه، ده بسعر النهاردة اللي هو بعد غلاء الأسعار كمان وبعد انخفاض المساحة الزراعية من الرز. لكن لما يضاف على المنتج ده فكرة القيمة المضافة، ده يخليني أضرب السعر ده في 2 أو 3 أو 4 ويزيد. ده منتج من ردة الرز، منتج طبيعي 100%. المنتج ده بيشتغل على موضوع التحكم في الغذاء أو التحكم في الأكل. المنتج الثاني اللي برضه من ردة الرز عبارة عن كبسولات جل. الكبسولات دي بتفيد بشكل كبير جدا في الحد من مرض الألزهايمر. حكاية تانية من حكايات قروض المشروعات الصغيرة. عندك مشروع مكملات غذائية، بس أنا مهتمة بقصة القرض. تمام. عرفتي منين وإزاي وابتديتي منين ووصلتي فيه لفين؟ القرض عرفناه ساعة لما كان ابتدى يعلن عن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. و كان يعني عرفتيه من تلفزيون، من راديو، من جورنال، ولا وورد اوف ماوث، ولا كلام الناس؟ يعني اول مره؟ لا، عرفته من الميديا عامه، ان جنرال، من الصحافه، من الاعلام، من الحاجات اللي كانت بتبقى اللي بتتكتب في الجرايد. ايه اكتر اعلان شدك عشان اعلان؟ لا، اعلان او ارتكل او اي حاجه اللي كانت القرارات الجديده اللي كانت نازله، بان الاهتمام بالمشاريع الصغيره، وان البنك المركزي كان حدد المبادره ان البنك المركزي كان حدد انه لازم البنوك تبتدي تهتم اكتر بالمشاريع. 16 سنتين تقريبا. فاكره الجزء بتاع القرض والاوراق بتاعته وتقديمه كلها كانت من اختصاص صاحب الشركه اساسا، دكتور عمرو هلال. اهلا يا دكتور عمرو. اهلا بيك. يقدر يتكلم على البروسيس دي اكتر مني.
امال انت ايه علاقتك بالقرض؟ انا علاقتي ان انا كنت عماله بقول ان احنا لازم ناخد قرض، احنا علشان نقول لازم ناخد قرض مش هنعرف نقول كده خلاص. انت صاحبه الفضل. مش صاحبه الفضل، صاحبه الزن. طبعا انا كنت بزن. والدكتوره عمرو يعني عادي، يعني انت اعتبرت المشروع بتاعها لان هي اللي زنت. هو كان ليه يعني مش مهتم قوي او مش متحمس للقرض في البدايه؟ علشان هو بيبقى لود على اي بزنس بادي انه ياخد قرض ويحمل على نفسه لود، وبنبقى لسه يعني منتج جديد وماده جديده وسيكتور جديد خالص في الـ في الـ في الـ في الماركت، فاكيد بيبقى فيه تخوف، الواحد بيبقى يعني مخاطره ولا كان يعني ممكن يكون شرق ضيع وقت انه ممكن يقدم ويعمله وبعد كده في الاخر. لا 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 هي كانت فكره لو يعني ان احنا لازم ناخد قرض علشان نقدر نعمل حاجات احنا مش هنقدر نعملها بالكابابيلتيز بتاعتنا دلوقتي لوحدنا، او هنبقى بنحملها على حاجتنا الشخصيه، احنا مش هنقدر نعمل كده دلوقتي، مش هنقدر نخدم المنتج كويس. واول ما جت فكره ان احنا ناخد قرض الصراحه هو دكتور عمرو على طول قال لك خلاص، هو ما فيش غير هو الصندوق اللي يعني هو اللي يقدر يقيدنا في حاجه زي كده او يساعدنا زي كده. دكتور عمرو، اتخيل من 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 خلفيتك ومن كلامك عن مشروعك ان انت كنت يمكن تقدر تدبر المبلغ ده باشكال مختلفه، قول لي ايه فايده ان انت اخدت قرض من الجهاز؟ احنا عندنا اكتر من منتج شغالين فيه، اكتر منتج عاملين له ابتكار أزعم يعني على مستوى مصر، وفي حاجات على مستوى يعني العالم ما نقدرش نمول إنتاجه وتسويقه بإمكانيات الشركة. ففي حاجات مولناها بنفسنا، وفي حاجات زي الأوريزا دوت لجأنا للصندوق، وهم الناس تحمسوا بالرغم من يعني ده كان موضوع جديد عليهم خالص، يعني يمول بحث علمي وحاجة خاصة بالصيدلة وحاجة معمولة وكبسولة ورز، يعني الموضوع مش واضح بصراحة يعني. أنا مبسوطة لأن احنا دلوقتي بالواقع الفعلي شايفين نوعية مختلفة من المشروعات، بنخدم زي ما قلت لك كل فئات المجتمع بغرض أن أنا إتاحة التمويل لإقامة مشروع. معانا دكتور عمرو ده حاجة متخصصة قوي بدراسات يعني رفيعة المستوى جدا، مستوى عالي، ولكن اللي خلينا ندخل معاه هو بيقول مخاطرة. بالعكس هي ما كانش فيها مخاطرة لسبب، لأنه كان عامل دراسة جدوى المشروع محترم محترمة جدا ممتازة جدا، وإحنا كماليا درسناها ولقيناها فعلا دراسة جادة، فخلاص ما بقاش فيه مخاطرة، لازم أدخل أخش معاه. جزئية بقى أن أنا زي ما احنا شفنا قبل كده منتج السجادة منتج يدوي ومنتج مختلف تماما، ولكن برضه هما محتاجين العون ومحتاجين المساعدة، كانوا بيشتغلوا الأول مجرد أنوال في البيت وبعدين توسعوا المصنع. فاللي أقصده إحنا بنشتغل على كل القطاعات وكل أنواع الأنشطة اللي ممكن، يعني ما حدش يقول أنت مرتاح ومبسوط هتقدم على قرض ليه؟ لا 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 لها علاقة بالمشروع، لا ليها علاقة خالص، ليها علاقة بالمشروع حضرتك وقدرة المشروع نفسه على سداد التزاماته. يعني حضرتك هتكمل سداد القرض بعد سنة؟ قرض 3 سنين. ممكن يقدم قبل ما يخلص على فكرة لو محتاج قرض تاني. لا أنا كان قصدي إنه الجهاز مول أو أقرض فلوس 3 سنوات، الفلوس رجعت للجهاز، هو الجهاز دلوقتي مش خسران حاجة إنما كسبان إنه في بيزنس ابتدى طبعا، وإنه في عمالة حصلت، وإنه في منتج بقى موجود في السوق، وقصة نجاح. قيمة مضافة هنا عالية، ومش بس بترجع علينا إحنا كأصحاب شركة، بتعود على أصحاب المضارب بتاعت الرز اللي بتطلع ردة الرز البني، بتعود على مزارع الرز نفسه، لها سلسلة طويلة ولها كمان جزء آخر من سمعة الابتكار في مصر، إن في تعاون ما بين كليات الصيدلة المختلفة في مصر واحد الشركات المتوسطة زي الشركة بتاعتنا، والتعاون زي اللي يحصل تعاون بينها وبين أكبر المعاهد في ألمانيا. قصة النجاح المتواضع بتاعتنا دي هتجذب آخرين إنه يكرروها تاني. طيب حضرتك أصلا صيدلاني؟ أنا كنت بدرس في كلية الصيدلة لغاية سنة 97. أستاذ في كلية الصيدلة. يعني ما وصلتش للأستاذ، الأستاذ قعد جنبي يعني. أهلا بحضرتك. لكن أنا استقلت بعد الدكتوراه، والدكتور مصيرحي أستاذ متخصص في النباتات الطبية، والجزء ده فيه عدد من الأساتذة اشتغلوا فيها في تخصصات مختلفة. يعني علم ومعرفة وبحث وأستاذية
بس اللي جابت القرض هي سلمى الزن قولوا لي اديتوها عليا وقولوا لي لقيتوها قولوا لي عملتوا حاجه سلمى وعدناها بس وعدناها بس يعني. لا الحقيقه احنا لما اشتغلنا على القصه دي قالوا اللي هتحكي عنها هي سلمى يعني هم انتخبوكي انك انت اللي انا كنت مؤيده جدا فكره ان احنا لازم ننزل السوق مش هنقدر نطور يعني زي ما حضرتك شايفه هم دكاتره واساتذه وطريقه التفكير عامه انه لا عايزين نطور اكتر عايزين نحسن اكتر وانا كنت بالنسبه لي كشخص مهتم اكتر بالتسويق شايف ان المنتج كده وصل لمرحله كافيه ولازم ينزل للسوق هينزل للسوق او هينزل للماركت لازم ينزل ولازم يبتدي يجيب عائد على الحاجات اللي يعني اللي اتصرفت عليه فهي كانت مبادره هايله الصراحه يعني مشروع جداً. المكملات الغذائيه كمان قصه تانية من قصص التمويل اللي بيقدمها الجهاز اللي انا متاكده ان هي قصه لسه هتكبر اكبر بكتير بعد اللي سمعته من حضراتكم شكرا جزيلا